احنا هنفتقر اهو للنقطه القادمه في رحلتنا. واتمنى ان ربنا يقدرني ويعزمك على قهوه. حاضر حاضر يا فندم. اتفضل. مستشفى العاصمه الاداريه الجديده. والحقيقه انه يعني شكلها من بره حتى يعني ايقوني لوحده يعني شكل صعب شكل متفرد. انت مش ملاحظ ان الزجاج عنصر رئيسي صحيح في كل صحيح الابنيه؟ صحيح صحيح. مهندس أشرف، بعيداً عن الأسئلة التقليدية، دايماً الناس اللي بيزوروك يقولوا لك أسئلة تقليدية، وعند الأستاذ تامر في البرنامج بتاعه واحد يلقي السؤال يلقي البيان. إحنا بعيداً عن البيانات، من الذي اختار هذا الموقع الفريد؟ أولاً شركة العاصمة الإدارية هي مالك المكان اللي إحنا فيه، والاختيار كان بمعرفة الهيئة الهندسية والمستشفى القوات المسلحة إدارة المشروعات الكبرى. المستشفى دي النواة الأولى، أول مستشفى في المدينة الطبية. إحنا هنا واقفين في المدينة الطبية، يعني هذا المكان الصرح الطبي في العاصمة الإدارية بالضبط، ونواة لمدينة طبية كاملة. تمام. في كم سرير هنا؟ هنا 200 سرير. 200 سرير. الأول بعد إذنك، المدينة الطبية متكونة من إيه؟ مدينة طبية مكونة من عدة مستشفيات. تمام. ما بين حكومية واستثمارية وخاصة. ودي أول مستشفى بنيت في المدينة بالضبط. تمام. من الذي سيعالج فيها؟ كل الشعب المصري. أنا عارف كل الشعب المصري، إنما أنا بتكلم كمكان هنا في العاصمة الإدارية. المقيمين في العاصمة الإدارية طبعا بالضرورة بالمقام الأول طبعا بالضبط. وأي حوادث على الطرق وأي كلها هذه بتخدم المستشفى، دي بتخدم العاصمة الإدارية والطرق المحيطة بها في حالة الطوارئ. قل لي من بطنك، هل في طريق خاص لا يمسه أحد وهو اللي بيجري فيه الإسعاف والحريق في هذه العاصمة الإدارية؟ في فندم معمول على اعلى مستوى على كل المعايير القياسيه المطلوبه والمفترض بيها. المستشفى بالمناسبه ايضا نعملها عزل، والهواء اللي داخل فيها كله توتال فريش اير، يعني كله هواء نقي ما هوش معد عشان الموضوع ما يبقاش فيه اصابات وعدوى. المستشفى عباره عن 25000 متر و300 بمعدل 6 ما يوازي 6 افدنه. المستشفى عبارة عن بدروم وأرضي وخمس أدوار متكررة. هل في كل التخصصات؟ جميع التخصصات يا فندم، عندنا جميع التخصصات. هي المستشفى شغالة يا فندم ولا تحت؟ هي خلصت من إنشاءات، وهيئة الشارع الموحد بتقوم بتوريد الفرش بتاعها. هيئة الشارع الموحد مستقلة؟ مستقلة. هي القائمة دلوقتي على التجهيز سواء الفرش أو الأجهزة؟ هم جم فعلا وعملوا معاينات وجابوا كل أو يعني عملوا كل الطلبات الشراء بتاعتهم، وخلال شهرين ثلاثة بالكثير هيكون كل الحاجات. اتعملت قد إيه في المستشفى؟ 18 شهر. كم؟ 18 شهر. لا بقولكش العلاج في قد ايه، بقولك اتعملت في قد ايه. اتعملت في 18 شهر بس. بجد الست اللي هو موجود، الناس موجوده. ده رقم استثنائي طبعا. طبعا انا حضرتك احنا كان عندنا خليني اقول لك ده رقم استفزازي يا فندم. مش قياسي. استفزازي. صعب. احنا ثلاث ورديات 24 ساعه، كان عندي بمعدل 5000 عامل. ثلاث ورديات. ما حضرتك عشان اقلل الكوست بتاع اي حاجه لازم اقطع طبعا. الاقامه كانت هنا، يعني الاقامه كان واخدين جزء هنا الاقامه، فالناس موجوده. ممتاز. يعني حاجه ما شاء الله 18 شهر والمكان ده بقى بالمنظر ده. بالظبط. مهندس اشرف، لما بنقول انها اضيفت للمدن الذكيه في العالم بمقاييس عالميه، من فضلك تحدد لي يعني ايه عالميه؟ يعني الستاندر العالمي اللي بيتم الشغل عليه. ايوه. احنا الستاندر العالمي ايه هو؟
يعني اقول نقط صغيره محدده. مثلا انا في العنايه المركزه مثلا الناس خارجه مفتوح اللي عامل قلب واللي عامل بطنه واللي عامل اي حاجه محدش حاجه تانية يا لا محدش مقصودش محدش من الزوار بيزوره بيجي هنا تحت في الدور الارضي في غرف للمشاهده اهي بيقول حضرتك هتخش تبص عليها دلوقتي غرف للمشاهده يعني يبص على على المريض بتاعه لكن ما يدخلش ما يدخلش والتاني يشوفه بالكاميرا بدوائر تلفزيونيه مغلقه ولا في اي انفكشن ولا في اي حاجه يبقى فعلا كلمه مقياس مقاييس عالميه عندنا كل التخصصات عندنا نساء اولاد عندنا حضانات للمبتسرين عندنا 8 غرف عمليات على دورين 4 في كل دور عمليات كبرى وعمليات نساء عندنا غرفة عمليات احنا في الدور الارضي اللي احنا فيه ده منقسم لثلاث اجزاء رئيسيين غرف الطوارئ بعمليات وعمليات صغرى موجودة هنا اي عملية بتيجي بعربية بتيجي من بره الاسعاف تقف عند تنزل المريض يتفحص عملية صغيرة لا يطلع قسطرة يطلع فوق يعني يقدر يتمله كل ايه اغرب سؤال اتسألته من ساعة ما اشتغلت مهندس لهذا المشروع هو اللي انت سالته ده اعتقد حضرتك السؤال اللي حضرتك سالته في لسه اعمال هندسيه قائمه ولا كده تمت خلاص احنا كده خلصنا كده احنا مستنيين التجهيزات احنا مستنيين التجهيزات لان في بعض التجهيزات يعني هم جابوا مكان جديد وحاجات اعلى من اللي كان متاح هنا فشويه موديفيكيشن حاجه كده حاجه كده انا عارف هنا دايما انه الهيئات والكيانات المسؤوله عن العاصمه بتبحث دايما عن الافضل يعني مش عايزه المتاح وده فعلا هم جم عملوا زياره مبدئيه وكان في بادجت محدد يعني رقم محدد وابتدى لما شافوا المستشفى علوا الرقم ده طلبوا انه يعلى لاحظت استاذ تامر وانا انه الزجاج اساس في كل الابنيه تقريبا في العاصمه الاداريه ايه قيمه الزجاج ده هو الاضاءه الطبيعيه الطبيعيه نمره واحد كويس والنمره اتنين بيدي يعني نوع من الشكل الجمالي طبعا عاوزين نطلع المستشفيات ونبعد عن التقليديه اللي كانت يعني شبابيك صغيره كده لازم يبقى داخل يعني يبقى في امل في الحياه ان هو يعني حاجه جديده وحاجه مظبوط طيب يا باشمهندس اشرف انت حضرتك لما بتبص للماكيت ده وبعدين بقى بجد حضرتك ده شعور جميل جدا لاي مهندس يعني بيشتغل في المهنه بتاعتنا دي لانه بيبقى متخيل الموضوع ده بس ما بيعمله على الطبيعه يعني كانك ابن ليك شوف فرح ازاي ايوه بقول لك ابن ليك طبعا بيقول لك يعني بقى واقع صح بالظبط طيب ممكن تصحابنا بقى في الدور على الاقل نقعد هنا نبص وتوري اسمه فين الكاميرات طب اتفضل اتفضل كل واحد يقعد حضرتك هنا احنا عندنا اثنين عينيه مركزه تمام واحد للقلب واحد للبطن كويس الصور غامقه شويه عشان لسه الاستيكر طبيعي لكن هي احنا بنشرح الفكره راكب على الكاميرا انه الزائر هيجي هيقعد هنا بالظبط وشايف السرير بتاع والتاني شايفه من فوق الكاميرا ايوه اللي هي جايباه بحيث ان المريض يشوفه وهو يشوف المريض على السرير بتاعه هنا في الوحده بتاعته في هنا واحد تليفون بس احنا شايفينه عشان لسه يقدر يتكلم يقدر يكلم المريض يكلمه ويشوفه يكلمه الكاميرا ولا التليفون يتواصل معاه تمام وصل التليفون بحيث ان مفيش بقى زي ما حضرتك قلت حلل الكروم والحاجات اللي لما في الغرف الانعاش دي مفيش في اي مكان بره المستشفى دي الاسلوب ده لا يا فندم في مصر لا ما اعتقدش ان في مصر احنا دي اول حاجه نفذناها هنا اشكرك ده قسم بالظبط ممتاز طبعا ربنا ما يحوج حد انه يتشاف ولا يشوف طبعا بس طبعا انما لا شيء ممتاز دي بقى اسمها جاهزيه الطب يا باشمهندس المواد اللي معمول بيها الارضيات كلها هيجين وكلها ضد البكتيريا كلها مواد خاصه لها علاقه بالتعقيم طبعا وغير قابل للمواد قلت عباره لم تسقط مني سهوا
ضد البكتيريا. أنتي بكتيريا يعني إيه فن؟ يعني لدين لدين معناها بكتيريا ولا تعيش فيها بكتيريا ولا في أي ثقوب ولا ملساء وصول ده إيبوكسيات يا فندم. حضرتك بقى الحوائط هنا مادة تانية كوريان، بس حضرتك دي مادة صوليد مصمطة ضد البكتيريا ولا يعيش فيها ولا يعدي ولا أي ولا أي. أي فندم كوريان. كوريان 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 يعني إيه؟ رخام؟ لا هو لا هي مادة معالجة غير مسمية. غير مسمية البكتيريا تعيش فيه، تعيش في أي مسام، في أي حاجات عالية وواطية، في حاجة كده غير مسمية. البكتيريا ما تقدرش تخترق ولا تعيش عليه هنا. لا يمكن لا يمكن. بص يا فندم دلوقتي هنا في أدوات، أنا بعمل عملية، دي عملية طوارئ. في نقص بس السرير هيجي هنا من شكل من شراء الموحد. فبعمل عملية فبيطلع عندي أدوات ملوثة وعندي دم وعندي حاجات. طب أعمل إيه؟ بيفتحوا هنا، حط الحاجة الغير ملوثة تاني مقفول، يفتح لما ده يقفل ينزل تاني. يعني ما يحصلش انه يفتح لبعضه فده دي متعقمه فما يخرب ما يحصلش. ايه وظيفته؟ وظيفه المكان ده بناول الناحيه الثانيه الاجهزه غير اللي هي استخدمتها في العمليات. بحطها هنا ويقفل التاني يفتح من عنده، بس ده ما عشان ما يتنقلش بالظبط. ما يحصلش انتقال لا للهواء ولا للفيروسات. يا سلام. هنا عندي أنظمة غاز أكسجين ونيتروز ده في الحيط أول، وفي واحدة تانية معلقة عشان السرير لو في عندي أي بحرك هو يقرب بقى هنا كده يجيب كده يجيب كده على حسب حركة الدكاترة والموجودين والهنا. كل حاجة موجودة هنا الحبس عشان المكيسة بيفتح الأدراج في إبر في حاجات مش عارف إيه. وهنا برضو الدواليب دي ستانلس مفوق ما فيش فيها الخيوط والحاجات والمعدات كلها اللي تعقمت وجات جاهزه للعمليه. عظيم. هنا الساعه دي بتحسب له وقت العمليه، ولو في اي ابجريد لو في اي حاجه عاوز يعملها بيحط الشاشه هنا حضرتك، بيحط الاشعه بتاعته يبقى شايف هو بيعمل ايه. غير البصه دي غير يقعد يبص كده يحط هنا وشايف هو فاتح بيشتغل على ايه. تمام. طب ممكن بتوصل بداتا مع وكل الدكاتره المساعدين شايفين هو بيعمل ايه وشايفين اللي هو بينفذه وبيشتغل في انهي جزء بالظبط. يعني في وحده بينهم وبين بعض. نعم. من خلال الشاشه، من خلال المايك اللي معايا. عظيم. هنا عندنا الهواء بينزل من هنا من الفتحات حضرتك دي كلها كده، خطين موازيين للسرير بحيث ان اعمل تاخد اسحب من تحت من هنا كده، فالبكتيريا كلها والعرق بتاع الدكتور ما يسقطش في الرأي. كل الكلام ده بيبقى معمول حسابه وفلو معين بهواء معين. شيء عظيم.